مرحبا، انا الفريد اسعد. رح فرجيكم اليوم كيف فينا نزيد عدد المشتركين عنا، المشاهدين على قناتنا على اليوتيوب. هي مش خدعة ولا شيء، هو شغلة صار عيب بالفيديو بشركة اليوتيوب عندهم. اذا بنعمل ايديت لاي فيديو عنا موجود ممكن انه يرجع ينزاد عليه فيورز من نفس الاكونت. يعني عم نحكي الحساب اللي بتفوت عليه من حسابك انت ما بيعدل لك اياه مشاهده الا مره واحده. حفرجيكم كيف. هذا فيديو انا انتجته كنت قبل عن ايدي. هدول الاصابع 5 1 2 3 4 5 هاو 5. اوكي، متاكدين انه 5؟ بالمناسبه هن اسمهم الابهم، السبابه الوسطى، الخنصر، البنصر. هدول اصابع الايد. رح فرجيكم كيف. هلا اول شيء قبل ما فرجيكم رح نرجع نفوت عليه مره ثانيه. عدد المشاهدين عندي 40. اوكي، رح اطلع منه، فوت هون على الليستة تبعت التعديل، بحط ادت، بحطوا شيء هين مثل انا هون حاطط نقط، بشيلهم، برجع بحط غيرهم، برجع بعمل له هون تحديث، برجع فوت مرة ثانية بختبر. اوكي، هلا بعدهم 40. ممكن يزيدوا إذا بتعملوا 3 4 مرات 5 مرات يزيدوا فرد ضربة، ممكن لا. كمان مرة. اوكي، ادت، كمان بنشيل النقط، حطوا شيء هين، نقط، اشياء هيك هينه. كمان تحديث مره ثانيه، كمان رح نحضر الفيديو. اوكي، كمان رح نطلع منه. لاحظوا صاروا 44. انا جربت قبل بمره صاروا 44. يعني في اشياء بكون انا مجربها مرات بيرجع بعدها هو، وفي اشياء يعني بتطول تاخذها، بس على الاكيد بتنزاد. هلا ما تكونوا طمعين، ما تعملوا اكثر من 30 مره بالنهار، بيطلعوا 900 بالشهر. لانه اذا طلعتوا بعد ال 70، انا في فيديو جربت عليه 70 وقف يعمل يزيد لي عدد المشاهدات. وتصوروا هالشيء لو بيركب على سيستم كمبيوتر شو بيعمل وقديش بيربحوا مصاري من اليوتيوب وبطريقه منا غش. اعملوا لي لايك وشير للفيديو. وانا اسمي الفريد اسعد، وهيدا الفيديو اللي عرضته هيدا اسمي هون مبين تحت، وبشوفهم فيديوهات تانية ان شاء الله.